مواجهة العصابات الإجرامية، قام جهاز مباحث أمن الدولة بتوجيه ضربات مؤثرة وموجعة لكوادرها، كما قطع سبل التمويل والاتصال عنها. وبما له من تحريات ومعلومات، أفاد جهاز الأمن المصري العديد من أجهزة الأمن العالمية في المواجهة ضد الإرهاب. وتم ذلك بأسلوب علمي واستراتيجية شملت رفع مستوى التدريب وإنشاء قاعدة معلومات متكاملة عن عناصر تلك العصابات وأماكن تواجدها في الداخل والخارج. وبادرت أجهزة الأمن بالمواجهة.